على تويتر: يعيش محبو القراءة حالة ثقافية ملفتة تتكرر مع انطلاق معارض الكتاب في العادة. فبالتزامن مع انطلاق الدورة 36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بدأ الناس بالترويج لأسماء كتب ينصحون باقتنائها، فضلا عن أن كتبا كثيرين سارعوا إلى مشاركة أو كتاب كثيرين سارعوا إلى مشاركة متابعينهم بآخر إصداراتهم التي ستكون متوفرة في المعرض. ومن أبرز هؤلاء الكاتبة الكويتية بثينة العيسى التي أعلنت عن إصدارين، أحدهما هي التجربة الأولى لها في الكتابة للأطفال بعنوان ماذا نفعل عندما نشتاق، ورواية جديدة بعنوان كل الأشياء. وتعد بثينة العيسى من الكتاب الذين تتم مشاركة مقتطفات من كتبهم بشكل دائم على مواقع التواصل، كما أنها تتواصل مع متابعيها على سناب بحديث عن القراءة. وننتقل إلى الشارقة وتحديدا إلى معرض الكتاب، حيث تنضم إلينا الكاتبة الكويتية بثينة العيسى. أهلا فيك معنا يا بثينة، إذا تحكي لنا عن مشاركتك في معرض الكتاب وسريعا انطباعك عن معرض الكتاب في الشارقة. مساء الخير سارة. طبعا معرض الكتاب في الشارقة أعتقد له خصوصيته، يعني دائما هو معرض يتسم بالهدوء لكن أيضا بالتنوع وعدد هائل من دور النشر العربية والعالمية. لقاء الكتاب يتجدد بعد انقطاع أشهر طويلة مع انتهاء الموسم الثقافي السابق مع معرض أبوظبي. هناك حالة احتفالية، يعني هناك حال يعني إحساس بالعودة إلى الكتاب. جميل. وانت عندك ايضا اصدارين معرض الشارقه. نعم صحيح. نعم، حدثيني سريعا عنهم يا بثينة. هي ادب الاطفال، هي روايه جديده عن صادره عن الدار العربيه للعلوم بعنوان كل الاشياء، وايضا محاوله ثانيه في ادب الطفل بعنوان ماذا نفعل عندما نشتاق. أي بثينة، أنت من الشخصيات يعني اللي تعاملت مع وسائل أو مواقع التواصل بذكاء شديد، استخدمتيها للترويج لأعمالك بشكل كبير، هل هذه كانت خطة يعني مرسومة من عندك ولا هو أمر جاء بالصدفة؟ يعني هي يعني أنا أجد أمامي إمكانيات أستطيع استثمار هذه الإمكانيات حتى أصل لقارئ محتمل أو أتواصل مع شخص ربما لا يفكر بطبيعة الحال أن يقرأ لي، لو لم يعني يكن هناك سطر عابر يمر عليه في تويتر أو في فيسبوك يجعله يعتقد بأنه ربما لن تكون قراءة كتبي مضيعة للوقت بالنسبة إليه. فهي بالطريقة نفسها أنا أتعرف على كتبي، يعني أنا ربما ساعدتني الإنترنت أتعرف على الكتاب القادم، ما الذي أريد أن أقرأه بعد، ما الذي لم أقرأه. هذا الكلام حتى قبل الجودريدز وقبل السوشيال ميديا أيام المنتديات الإلكترونية. وأعتقد بأن الإنترنت صنعتني كقارئة بالدرجة الأولى عوضا عن كونها ساهمة في تكويني ككاتبة، فأنا أمارس هذا الأمر بشكل طبيعي وتلقائي، يعني هي أداة متاحة لي وأنا أستثمرها إذا كنت أستطيع إقناع شخص بقراءة كتاب حتى لو لم يكن هذا الكتاب كتابي. يعني وكما ذكرتي أنا أستخدم قنوات التواصل الاجتماعي حتى أبشر بالكتب التي أحبها والتي أقرأها وتنال إعجابي، فإذا كنت أستطيع أن أقنع شخص بقراءة كتاب أعجبني فأنا أعتقد بأن هذا أمر مدعاة للاحتفال. يعني بثينة بتتكلمي عنها بتصالح شديد مع أنه يعني في كثير ناس بيعتبروها من أسباب العزوف عن القراءة. كيف عزوف عن القراءة؟ غير صحيح، بالعكس أنا أشوفها يعني مؤشر على وجود قراء. من أين نحن نقتبس هذه الاقتباسات، هذه الصور الأغلفة، أخبار صدور كتب؟ نعم، يبدو أنه لدينا مشكلة تقنية.